كل حال دلوقتي خلينا نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه زي ما احنا متعودين. ومراسلتنا منى ابراهيم موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الفل عليكي، سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهاوندس، صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على كل أهلوية وكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وأكيد أخبار أهلوية رياضية جديدة. خلونا نبتدي الأول بكرة القدم بقيادة كابتن مستر بيتسو موسيماني، اللي النهاردة إن شاء الله راحة من التدريبات وبكرة هيستأنفوا تدريباتهم استعدادا للمباراة الأسبوع الرابع من الدوري اللي هتبقى أمام المقاولين العرب يوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري إن شاء الله. وعندنا النهارده بقى يا نهاوند يمكن سلسله من المباريات المهمه الكتيره اللي ابرزها تخص كره السله رجال، اللي النهارده مباراتهم في ذهاب نهائي دوري المرتبط امام الاتحاد السكندري. الفريق الاول هيلعب النهارده الساعه 8 مساء على صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر، وقبلهم هيلعب كمان فريق 18 سنه اللي هو المرتبط الساعه 5:30. المباراة ايضا هتبقى على صالة الدكتور حسن مصطفى. هيبقى فيه طبعا محاضرة هيحرص عليها مستر اوجستي بوشن، هي هتبقى قبل عملية الاحماء علشان يأكد على الخطة اللي هيلعب بيها لعبته في المباراة، وكمان علشان كل لاعب في الفريق يبقى عارف دوره او المنتظر منه في الماتش ان شاء الله علشان في الاخر يحققوا الفوز. عايزه اقول كمان ان مباراه العوده بقى هتبقى بعد بكره يوم الاربعاء، دي هتبقى المباراه النهائيه اللي هيتحسم فيها ان شاء الله مين بطل الدوري المرتبط للسنه دي. اما عن فريق السيدات السله اللي اغلق صفحه الفوز تماما على نادي الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط، ومباراه كانت حقيقي من تقريبا من طرف واحد، يعني قدرت فيها سيدات الاهلي ان هم يفوزوا بفرق 53 نقطه على نادي الزمالك. النتيجة النهائية كانت 86-33. أما بقى يعني مش بس كده، كمان التفوق الأحمر الكاسح قدر إن هو يوصل كمان لبنات السلة تحت 18 سنة اللي أيضا كسبوا نادي الزمالك بفرق 47 نقطة. النتيجة كانت 73-26 لصالح فتيات نادي الأهلي. ومن المقرر بقى أن يلتقي النادي الأهلي في نصف نهائي بطولة الدوري المرتبط من الفائز من مباراة الطيران والجزيرة، يعني الفائز من الطيران أو الجزيرة هو اللي هيقابل نادي الأهلي إن شاء الله في نصف نهائي دوري المرتبط. الجدير بالذكر كمان يا نهاوند انه حامل لقب البطوله دي السنه اللي فاتت كان ايضا سيدات نادي الاهلي، ان شاء الله السنه دي كمان يبقى اللقب من نصيبهم. اما بقى عن الفريق الاول لكره اليد رجال، تدريبهم النهارده الساعه 4 في مقر النادي هنا بالجزيره بمشاركه اللاعبين الدوليين اللي كانوا غايبين يمكن فتره طويله عن التدريبات ورجعوا بشكل قوي جدا للتدريبات عشان يستأنفوا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا. عندهم بيستعدوا مع باقي الفريق لمباراتين مهمتين مع سبورتنج وسموحه يوم الخميس والجمعه اللي جايين من بطوله الدوري. أما عن سيدات اليد، تدريبهم النهارده الساعة 8 مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل استعدادا لمباراة الترسانة يوم السبت اللي جاي في الدوري. أيضا عايزة أقول بس أن الفريق كان فاز، فريق سيدات اليد كانوا فازوا في آخر مباراة أمام مركز شباب الأنعام بنتيجة 74-7 ليواصل تصدر البطولة، ويبقى لحد دلوقتي فريق سيدات اليد ما خسرش ولا مباراة من أول بطولة الدوري. اما عن الفريق الاول لكره اليد رجال، هيواصل تدريباته النهارده الساعه 6. الفريق بيستعد لاستكمال سلسله المباريات الوديه اللي كان بداها، يمكن دي الطريقه اللي بيستعد بيها رجال كره الطائره من اول الموسم. يمكن الماتشات لسه مش معروف او مش محدد لها هتتلعب امتى، لكن الفريق حريص جدا هو والمدير الفني للفريق ان هو يستعد بشكل قوي من خلال المباريات الوديه اللي بتتلعب. الوديه القادمه هتبقى يوم الخميس مع نادي بتروجيت. واخيرا بقى خلونا ما ننساش كمان ناشئات النادي الاهلي اللي هم بيحققوا كمان بطولات دايما رافعين النادي الاهلي وخلينه في الصداره او في مكانه الطبيعي. نبتدي بفريق ناشئات الطائره تحت 14 سنه، مباراتهم النهارده مع هليوبلس الساعه 8 على صاله الاهلي في اطار منافسات بطوله منطقه القاهره. اما عن فريق ناشئات اليد مواليد 2004، عندهم مباراه النهارده مهمه هتبتدي الساعه 2 على صاله النادي الاهلي هنا بالجزيره مع نادي الزمالك. المباراه دي استعد لها المدير الفني للفريق
والجهاز الفني كله بشكل قوي، واللاعبات كلهم في حالة بدنية وفنية ممتازة. بكده تبقى انتهت كل أخبارنا وأخبار الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكركم جدا على المتابعة. شكرا كريم، شكرا هواند. العودة إليكم مرة تانية في الاستوديو، تفضل. شكرا ليكي، وبالتوفيق لكل يعني الفرق المختلفة في الأهلي. إن شاء الله كده يرفعوا راسنا زي ما هم على طول بيعملوا. شكرا ليكي يا مني.